يوم الحب أو عيد العشاق أو الفالنتاين، أسماء مترادفة للرابع عشر من فبراير من كل سنة، حيث يحتفل شباب العالم بهذا اليوم الذي بدأ في الآونة الأخيرة يتسلل داخل أوساط شبابية موريتانية، بعد أن أصبح الشباب وخصوصا طلاب المدارس والمعاهد يحتفلون به بعيدا عن العادات والتقاليد الأصيلة للموريتانيين. في الوقت الذي يرى فيه المحتفلون أن الاحتفال به من باب الصداقة وتبادل الهدايا بين الأحبة لا أكثر. أولا كل عام وانتم بخير، وأتمنى كل شعب موريتانيا يكون بخير، وأنا الحب شيء جميل، شيء إنسان حب زين وصادق. تبادلوا في هذا الهدايا، ودي منها عدل حفلات عرس على المناسبة، وياسر من هم اللي عدل حفلات قاعيس وهم شن هم في بريداتهم وتوف ويلبسوا الباس الأحمر ويلبسوا ياسر من الشيء بالأخص قاع الشباب اللي في المدارس ويكون مراهقين أكبر يعدلوا وتوف شو مدي من الناس الكبار ده. في اللحظات الأولى من يوم عيدهم هذا خرج المحتفلون إلى الشارع في حلتهم الحمراء تطفو على وجوههم ابتسامة الفرح التي تعبر عن سعادتهم بتخليد هذا العيد، رغم استنكار البعض لهذه الظاهرة التي يرى أنها لا ينبغي للمجتمع المسلم أن يخلدها. أنا لا نقول إن النوع من الأعياد ما يلا المسلمين خصوصا الجمهورية الإسلامية الموريتانية احتفل به، العاد النصراني في الحضارة الرومانية انتحر في مثل هذا اليوم، ما يلا نحن المسلمين الشعب الإسلامي مسلم ما يلا نخلدوه، لا يلا أبدا نعدلوا ذكرى وفاته بهذا النوع من الأمور، نلبسوا الروج والنوع نقدموا بين الهدايا، ونحن الشعب الإسلامي يلا نتسموا نعدلوا لها الأمور اللائقة بالإسلام. تفسير آخر للمناسبة الاحتفالية يرى أصحابه أنه ينبغي أن تكون الأيام كلها عيد، لكنه من نوع آخر بالنسبة للمسلمين يكون طابعه التسامح وبث روح المحبة بين أفراد الأسرة والشعب. ده نقول علينا ذا النهار اللي خارج من الخرق مكفر فيه الناس دي تعيد به، وقايل عدنا هلها اللي لابسين له الحمار والله اللي لابسين له شيء عدنهم كفار وعدنهم ذا ما يلا نحن قاعد كمسلمين يلا نعود نعيده كل نهار نعيده ما هو لا قاعد بالحب ولا هو يلا نعيده بكل شيء بحب المسلمين يلا عود بيناتهم الحب كاملين يلا عود نبقوا أخوتنا يلا عود نبقوا هنا يلا نعود نبقى أصحابنا كامل يلا عود كل نهار قاعد بالنسبة لنا عيد. في ظل مناخ عام تسيطر عليه أحاديث السياسة يتيح عيد الحب للشباب الموريتاني فرصة استراحة تنسيهم ضجيج السياسيين بقدر ما تؤكد أن قلاع المجتمع الموريتاني لم تعد محصنة أمام العادات المستوردة. عبد الله البلال، الوطنية.